صباح النور، صباح الخير على أغلى المتتبعات. نتمنى كامل تكونوا بخير مع هذا الفيديو اللي جبتو لكم اليوم. البنات راح نبداو الروتين كيف كما راكم تشوفوا، يعني من بلاصتي ديريكتومون كيف تحت الطاقة. شوفوا البنات، الجو اليوم راه شوية مغيم، برسك هذو الايامات كامل الصباح تكون مغيمة مع ال 12 ولا الشميسة شوية تطلع. غسلت وجهي بيان سيغ، كنت هنا وجدت هذه البيجاما باسكو انا قلت لكم ديما الميناج نديرو بيجاما ولا بدعية تكون قديمة. جبت هذاك الغوج ماجيك غيسيل مع سيغتات مع شوية ديودورون. أموال وحدة البنات والله لا جربوها، الصباح كي تنوضي الحاجه الاولى كي ديها بيان سيغ تصلي، باسكو كي تصلي صح النهار تاعك تفوت فيه البركه. من بعد البنات قبل ما تسقهوي ولا بعد ما تسقهوي ماكي مكياج خفيف، ديري شويه ريحه ماشي شرط على راجلك. انا هذاك الوقت راجلي ما يكونش مام با في الدار ودار عجوز سيمان هو تمام با عندهم، بصح على جال روحي انا باش انا يطلع لي المورال. البنات تهلاو في رواحكم باسكو هذا العمر وهذه الحياه راح تعيشيها مره واحده. لما ما تهليتيش في روحك وما سقمتيش روحك وين رايحه توقفي مع روحك البنات، ماشي نهاركم يروح غير الخدمه 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 الخدمه. انا نعرف بزاف مادين للخدمه وللشقاء اكثر من حياتهم، لا الخدمه هذه ما تعطيهاش اكثر من حقها، يعني خدمي كل خدمه بوقتها ما تزيديش على روحك. باسكو البنات هذا الجهد اليوم راها عندكم الطاقه، عندك 20 عام تقدري تخدمي وعندك 30 عام تقدري تخدمي، بصح البنات يوصل واحد الوقت تاع 30 عام 40 عام صاي تولي تفشلي، يعني ما تمديش كامل هذيك الطاقه، خلي الطاقه تاعك كل عمر بعمره، يعني خلي للثلاثينات والربعينات والخمسينات والستينات والسبعينات. بزاف البنات راني نشوفهم يفرصوا على رواحهم، تصيبيها اتكركر الخزانه تخدم جهد ماهوش تاع اللي تخدمه، يعني في نهار واحد ولا تفرصي على روحها. من بعد تلحق 30 عام 40 عام تبدا لها الظهر روماتيزم اركابيها، لا استحفظوا على رواحكم. لازم البنات ما تخدموش خدمه اكثر من الطاقه تاعكم، تعرفي روحك فشلتي عييتي خلي الخدمه بحر عليها، لما كملتيهاش اليوم تكمليها غدوه، ما ديريش حساب للناس. صح حوايج لازم تنقي روحك لازم توقفي مع روحك، بصح ماشي لازم حتى تفرسي على روحك ولا يحكمك اكتئاب. المهم البنات نولو هنايا للروتين تاعي، كما راكم تشوفوا كنت مفرشه عفوا لاكوات من قبل هذيك النواغ نحيتها، فرشت هذا الدغا البلون مع المخاد اللي راهم يجهزوا. ننصحكم ديروا دغا سامبل بلون مع زوج مخاد تاعو ولا اربعه هكا باش تفرشوهم مع الكوفيرطات، باسكو الكوفيرطات ماشي كامل يجوا بمخادهم. هنا البنات راح نفرش هذه الكوفيرطه كيما راكم تشوفوا جايه اغرينه بزاف شابه، جايه بيها بالمخاد تاعها بلي دو سونتيري. اللي راهم يجهزوا نعطيكم نصيحه البنات ما تكثروش هذوك الكوفيرطات كيما اللي راهم يدوا 10 و15 وما نشعف في شحال، ادي كوفيرطه تكون ثقيله شابه ولا ادي زوج شابين، ادي زوج يكونوا اموايا وحده خفيفه، يعني اذا كثرتي كاع ديري خمسه. انا نورمالمون شحال درت نورمالمون درت اربعه، وحده داروها لي كادو الخمسه داروها لي كادو، مي البنات فوق اربعه فوق خمسه ما تكثروش. بزاف اللي كانوا يسقسوني يقولوا لي اسيا شحال الحاجه اللي ندمتي عليها في جهازك، تصديره كي تكثري بزاف تصديره راح تندمي عليها. الفراش كاين فراش اللي ندمت عليه باغ اكزومبل هذوك لي كوفغيلي ما استعملتهمش، الحوف مازال كامل ما جبتهمش، يعني ملي جيت عروسه مازالوا غير مزوقين فوق فوق الماريو. المهم البنات هنا كيما راكم تشوفوا ديكوريت هذيك هذيك الكوفرطه بهذا المخاد بهذاك الفانوس، يعني درت اجواء تاع الشتاء، تعرفوا كي يكون الشتاء ديما نديروا حاجه ضوء ولا شمعه ولا باش تعطي الحيويه لاشامبغ تاعنا. سقمت لاشامبغ تاعي هنا كيما راكم تشوفوا، ثاني كنقيت كامل لاكوافوز مسحتها. البنات كي يكون عندي روتين يعني نبدل كامل لي كوفغيلي ولا الفراش تاعي بيان سيغ نسقهوا قبل، من بعد نبدا نقي في لاشامبغ تاعي. ثاني كنقيت السال دو بان كيما راكم تشوفوا البنات، ثاني كنقيت هذه الطابله هذيك الريحه كنت خدمتها وحدي في الدار ولات تطلق ريحه بزاف شابه. وهنا البنات كيما راكم تشوفوا قلت لكم غير تبدا 12، هنا ما با ماهيش 12 هنا راها غير 10 ونص، شوفوا بدات الشميسه تطلع. المهم حبوباتي
هنا وليت للغدا. بالنسبه للغدا البنات رايحه ندير شي فلور كيما راكم تشوفوا قطعته نقيته ورايحه نبدا نغلي فيه. نعطيكم فكره البنات نعرفوا شي فلور منين تبداو تغلوا فيه يطلق ريحه كامل ماشي شابه. من الاحسن البنات تغلوه بالليم. هذه كصاحبتي مدتها لي هذه الفكره بزاف مليحه البنات. يعني انا راني من نتعلم منكم وانتم راكم تتعلموا مني، يعني مانيش نعرف كل شيء، كاين شي حوايج والله لا نديهم لي كومونتير تاعكم. المهم البنات هنا راح نديرو يتغلى وفي نفس الوقت راح نعمر زيت باسكو القرعه كانت خوات لي كيما راكم شفتوا البنات. هذيك القرعه تاعي الغاز نحيت لها كامل هذيك لا بينتور باسكو ولات تغبني ولات تشد لي بزاف الزيت، ومنين نحكها يبدا لا كولور يروح لها. جربت ديما نمسحها مي ما كاتش تنقالي، على هذاك نحيت لها كامل لا كولور هكا باش نرغويها اليس. هنا كيما راكم تشوفوا رايحه نبدا نغلي في هذاك الشيفلور. قلت لكم ديما غلوه البنات بالقارص، ديروا له شويه ملح وسيختوا القارص راح ينحي لكم كامل هذيك الريحه اللي ماشي شابه. يعني بين نغلوه يطلق ريحه ماشي شابه بهذه الطريقه ان شاء الله بربي راح كامل تتخلصوا منها. هنا درت الليم هو الاول، من بعد بديت نحط في الشيفلور رايحه نديروا يطبخ ولا يتغلى حتى يبدا يدخل فيها الطياب. من بعد رايحه نطفي عليه ونصفيه ونروح نوجدوا لاصوص كيف كيف. هنا بالنسبه للصوص كنت رابيت طوماطيش تاع الحبه، زدت معها شويه ثوم، راح نزيد معها شويه زيت شويه قزبر والملح وفلفل اسود كيما راكم تشوفوا هنايا مع الطوماطيش تاع لي بواط. يعني هذا الشيفلور مانيش رايحه نقليه غير بالبيض، بالك راح نديرو بلاصوص بنتو تجي بزاف شابه البنات. نتمنى تجربوا هذه الوصفه. هنا هذه لاصوص رايحه نديرها فوق النار، اللي يحبوا يزيدوا فلفل احمر يزيدوا، اللي ما يحبوهش تقدروا تستغناو عليه. انا هنا رايحه نزيدو باسكو يعطي بنه ومام اللون تاع لاصوص تجي حمراء. هنا البنات رايحه نخلي لاصوص طيب في نفس الوقت الشيفلور تاعي راه يطيب. بعد ما يطيب رايحه نصفيه كيما راكم تشوفوا هنا لاصوص خليتها طيب. وهنا البنات رايحه نوري لكم كيفاش انا نتبل ولا ندير لاصوص اللي نغمس فيها حبات تاع الشيفلور. المهم البنات كيما راكم تشوفوا عندي حبه بيض كميه من المعدنوس ماشي قصبر المعدنوس، رايحه نزيد لها شويه فرينه مع شويه حليب. يعني الفرينه رايحه ندير ونشوف، من بعد نزيد لها الملح وفلفل اسود ونخلط. انا من قبل كنت ندير غير البيض وحده. من بعد هذه الفكره ولا هذه الوصفه وراتها لي اختي وليت نستعملها تجي زاكيه ماشي غير كيما البيض وحده ومن بنتو تجي بزاف شابه. هنا البنات راح نخلط كيما راكم تشوفوا هذيك الفرينه مع البيض مع الحليب. من بعد راح نبدا نغطس في هذوك الحبات، يعني هذوك الوريدات تاع الشيفلور، ونبدا نقلي فيهم. بعد ما نقليهم تكون ديجا لاصوص طابت، راح نعاود نفرغ هذيك لاصوص فوق هذاك الشيفلور. تحبوا البنات ثاني تعاودوا ديروه يتغلى معاه غاليه ولا زوج، انتم مالكم الاختيار. وهاو ليكم البنات الشيفلور تاعي كيما راكم تشوفوا قليته جا محمر. قلت لكم بهذيك لاصوص اللي تغمسوا فيها سهله بزاف، ماشي كيما غير البيض وحده رايح يدي لك بزاف البيض، بصح بهذه الطريقه رايح يجيك بنين ومام يجيك اقتصادي. المهم البنات بالنسبه للفطور هذا هو افطاري، يعني درت شيفلور مع شويه تاع لاسوب واللهم اديمها نعمه. واليوم البنات راح نشارككم بعض لي فيديو من العرس تاعي. هنا البنات راح نخليكم تتفرجوا لي فيديو تاع العرس تاعي، واللي ماشي متزوجه نقولها يا ربي هنيك ويا ربي يرزقك برنص السترة. Thank you.
وهنا ولينا الاخر فيديو البنات، درت لكم فيديو صغير يعني غير عن النقافات برك. ان شاء الله بربي الخطره الجايه راح نشارككم التصديره وهذا الصور. كل مره ندير لكم حاجه، نتمنى البنات وندعي من قلبي اللي ماشي متزوجه نقولها يا ربي رزقك برنوس الستره، وان شاء الله يا ربي في اقرب وقت واللي راها متمنيه شي حاجه يا ربي حققها لها، واللي راها في الثلاثينات والربعينات نقول لك ما تقنطيش اختي، والله لا المكتوب يجي يجي، واذا ما جاش ربي راه شاف لك فيها خيره. اللهم تقعدي كيما هكا خير من زواج وطلاق ولا زواج تاع الميزيريا، سيختو زواج رانا نشوفو في وقتنا هذا، والله لا راها قليل اللي راها مهنيه في وقتنا هذا. اللي تقول لك راني مهنيه والله لا عرفوها تكذب عليكم، لابد كاين نقص، الكمال لله. المهم حبوباتي وصلنا لاخر الفيديو، نقول لكم كامل نتمنى لكم الخير خياتي، وربي كامل يفتح عليكم على اللي ماشي متزوجه واللي ما عندهاش ولاد. ما تنساوش برك البنات لايك لا فيديو ولي كومونتير تاعكم اللي صح يطلعوا لي المورال. البنات شفتوا لا فيديو كملتوه للاخر ما كي خاسره والو، كي ديري لايك لا فيديو وديري كومونتير. الى فيديو اخر يا ربي نصيبكم بخير، نحبكم كامل، سلام.